ازاي. حضرتك ذكرت في موضوع الاعاره, حضرتك قلت لا عايز تقول حاجه. اتفضل. احنا كان الستينيات والسبعينيات كان عندنا اعارات كتيره جدا طبعا, وكان عندنا تعيينات كتير. كنا احنا اللي بنعلم الدول العربيه دي كلها. صحيح. كله خارج من عندنا, وحتى الدول الناطقه باللغه العربيه سواء اللي هم لغتهم الانجليش او الفرنش, فكان بيطلع لها من عندي مدرسين لغه عربيه باعداد كبيره. لكن كان بيعوض كل ده ان انا بعمل تكليفات لدبلوم المعلمين ولكليات التربيه. فما كنتش حاسس بالعكس. النهارده الاعارات, لان معظم الدول العربيه اصبحت بتعتمد على الناس بتوعها, فحتى الاعارات عندي نقصت مثلا بمعدل يمكن ما بيطلعش 5% اعارات. ما فيش يعني في اي في اي اداره الاعارات اللي موجوده 2-3 من كل اداره اذا طلع, ومعظمهم بيبقى تعاقدات شخصيه. يعني حتى الوزاره تطلع الاعاره. احنا بقى مشكلتنا زي ما قلت لحضرتك, وارجو ان المسؤولين يعني انا لازم يخرجني التربيه والتعليم اخرج من النطاق بتاع الدوله. ازاي انا بره؟ ازاي؟ ليه؟ زي ما قلت لحضرتك انا كمين, معلش انا كوزاره التربيه والتعليم. لا حضرتك بتقول كوزارة التربية والتعليم, يعني خرجك بره كل الوزارات كلها, منظومة الجهاز الإداري. أنا ما ينفعش في الجهاز الإداري. ليه؟ لأن زي ما قلت لحضرتك أنا كل يوم عندي أولاد بتخش مدرسة جداد سنة أولى ابتدائي. بس إزاي هجيب له مدرس إزاي؟ إزاي فندم ممكن يطلعك منها إذا كنت حضرتك على قوة الدولة, على قوة الموازنة العامة للدولة؟ ما أنا لازم يبقى ليا موازنة خاصة. ما هي ليها موازنة خاصة. لا لا لا, إحنا ما عندناش موازنة خاصة. من ضمن الحاجات اللي قالوها إن مرتبات المعلمين زادت. مرتبات المعلمين ما بتزيدش. بتزيدش؟ لا 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 بتزيدش. احنا ما زلنا بنتعامل 2014 ما زادتش. ما زلنا من 2014 ما زلنا بنتعامل على مرتبات 2014 اللي هي كام يا فندم؟ الحد الادنى كام؟ اللي هو تقريبا معلم مثلا يوصل لسن ال 60 بيقبض له مثلا 2080 جنيه. اول التعيين 1200, ما زدناش, علما بان الموازنه بتاعتنا بتاعت 2014 نعامل عليها في العلاوات والترقيات, ونعامل بقى على الضرايب والخصومات على 2018. موضوع غريب جدا. طب ازاي ده بيتم؟ ما علينا. ورغم كده المعلم ما عندوش مشكله. يعني انا عايز اوصل برضو رساله ان احنا رغم بس هو اقول على حاجه بصراحه وده مش كل عشان عمرنا ما بنعمم, في كتير من الساده الاساتذه المدرسين ما عندهمش المشكله دي زي ما حضرتك قلت, لانه عندهم بدائل تانية, السناتر والدروس الخصوصيه, فده معوض ده. فبالنسبه لهم ال 2000 جنيه اصلا هم مش مستنيينهم, لانه ما شاء الله عندهم مصادر دخل اخرى. ما هي بقى دي برضه طبعا ده مش كل المدرسين ولا كل التخصصات فيها مجال انه يبقى بيدي دروس. دي برضه من ضمن النظره الخاطئه اللي بتنظر الى منظومه التربيه والتعليم يا استاذ سعيد. النسبه اللي حضرتك بتقوليها دي يا استاذ سعيد, ما انا بقول لحضرتك اهو مش نظره خاطئه يا فندم, دي حقيقه. ايوه لا, لسبب ما انا اسمعيني بقى عشان اقول. اتفضل. مين النسبه دي؟ لا تتجاوز 10%. لا تتجاوز 10%. طيب ممكن اخد بعض الاتصالات طيب ونرجع.